من جانبه طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ضرورة التدخل الدولي بشكل عاجل لوقف المجازر وعمليات محو السكان من قبل الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وأشار منصور إلى أن تكثيف إسرائيل هجماتها على وكالة أونروا يشكل جزءا لا يتجزأ من الهجوم الأوسع الذي تشنه على الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في الأراضي المحتلة. الإبادة الجماعية لن تنتهي من تلقاء نفسها، كل دولة ممثلة هنا والأمم المتحدة ككل من واجبها أن توقف هذه الإبادة الجماعية. مئات الآلاف من الفلسطينيين يواجهون الموت الوشيك في هذه اللحظة، هل سيتخلى المجتمع الدولي عنهم؟ هل سيتخلى عن الإنسانية؟ أم سيتحرك لإنقاذهم ولاستعادة الثقة في النظام العالمي القائم على القانون الدولي؟ علينا أن نتحرك بشكل حاسم وبشكل جماعي للحفاظ على الأنروا ولتمكينها من الوفاء بولاياتها ولهزيمة أي محاولات لتدمير الأنروا. نحن متحدون في هذا المسعى وندعو الجميع إلى التحرك الآن لحماية هذه الوكالة ولحماية لاجئي فلسطين.